هاي كي جي 1، معاكم ميس ايمان سيد من قناه ميس ايمان. ان شاء الله النهارده يا كي جي 1 هبدا معاكم في تور في كتاب كونكت تشابتر يونت 3 في تور في كتاب كونكت. بس بيفور اي ويل ستارت اور يونت توداي اي وود لايك تو سي دونت فورجيت تو ميك شير لايك سبسكرايب تو ماي شانل. اتمنى بس يا كي جي 1 ان انتم ما تنسونيش في الشير واللايك وسبسكرايب للشانل عشان اعرف اوصل لكم بكل الفيديو الجديده. ان شاء الله النهارده هنحاول النهارده نبدا مع بعض اول شابتر في سيم 2. تعالوا بقى نبص اول يونت في سيم 2 عشان نعرف نشوف النهارده ايه الكتاب بتاعنا بيقول لنا ايه. تعالوا بقى بصوا معايا هنا. هنا بيقول لي ايه؟ في كتاب بيتكلم عن ايه؟ ذا وورد. طبعا كان في احنا كنا في سيم 1 لو تفتكروا كان كله ايه اباوت مي. هنا بقى ايه؟ ذا وورلد اراوند مي، العالم من حولي. طبعا هنتكلم هنا عن ايه؟ هتكلم هنا عن ماي كلاس روم، الفصل اللي انا فيه. الفصل اللي انا فيه في ايه يا كي جي؟ يعني طبعا على فكره احنا لما خدنا منهج في منهج الديسكفر، فاكرين لما اتكلمنا عن سكول وقلنا ان ماي سكول ماي في ثينكس بلاقيها مثلا ان كلاس روم، ان سكول لايبرري، ان سكول بارك. فاكرين لما اتكلمنا الكلام ده؟ هنا برضو في منهج الكونكت، على فكره بس عشان تبقوا عارفين، منهج الكونكت، منهج ديسكفر وكونكت بلس كلهم يعني ايه ريليتد تو ايتش اذر، يعني بيعتمدوا على بعض. فهنا احنا اتكلمنا قبل كده في الديسكفر، اتكلمنا عن ماي كلاس روم واتكلمنا عن الفصل في ايه. هنا بقى هنتكلم برضو في منهج الكونكت، هنا برضو هتكلم على الموضوع ده. بس هنا بقى ايه؟ هنا هتكلم عن فوكاب، هتكلم عن فوكاب واتكلم عن فوكاب. طبعا في منهج الديسكفر في سام فوكاب ان احنا المفروض ان احنا نبقى عارفينها او نذاكرها، وسام فوكاب كانت ايه؟ وكان كيب، يعني مش المفروض ان انت تحفظه. بس طبعا ده عشان منهج كونكت انجلش، فلازم الوردز تبقى محفوظه او الفوكاب تبقى محفوظه. يعني انا عندي في الكلاس روم بتاعي بشوف ايه؟ بشوف البورد. البورد يعني ايه؟ سبوره اللي احنا التيتشر بتكتب عليها. انت دلوقتي بقى في الكلاس روم مش التيتشر بتدخل تكتب اللسن على البورد؟ اه، هي عندي تشير بتاع التيتشر والتشيرز بتاعتنا، هي عندها بنسل قلم رصاص. هنا بقى عندي الكالر اسمه ايه هنا؟ يلو. عندي هنا بوك، كتاب، تيبل، ريون، لون ريد، احمر. تعالوا بصوا مع بعض هنا. هنا بيقول ايه؟ سيركل ذا اود وان، شوف الحاجه المختلفه ويعمل عليها ده. طبعا هنا جايب لي اكزامبل، يعني هنا جايب لي بوك، جايب لي تشير. طبعا احنا كله بنتكلم فين؟ في السكول. بنتكلم في السكول تو، في السكول ثينكس، في الحاجات بتاعت المدرسه. طبعا الحاجه هنا هتبقى اود ايه؟ الاب. هنا عندي في هنا حاجه اود، هنا عندي البنسل وعندي البورد وعندي البيزي بي. طبعا هنا لما اجي اطلع الاود، الاود هنا تفتكروا فكروا معايا يا جريد، سوري يا كي جي 1، فكروا معايا هنحط ويتش 1 از اود. طبعا البي هي الاود. ليه بقى الاود؟ لان هي مختلفه. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنحط هنا عند الاود. اوكي، انا بوريكم عشان تعرفوا تبقوا عارفين يعني ايه الاود، يعني حاجه غريبه. تعالوا انا بقى نبص مع بعض. هنا بيقول ايه؟ ميتش اند كلر، يعني يعني وصل ولون. هنا عندنا كلمه بينسل، بينسل اهي قدامي. طبعا انت هتعمل لها كلر، توصل كلمه وتعمل لها كلر. طب ويتش بيكسل، ويتش بيكتشر اوف ذيس بيكتشرز ار تشير ذيس وان. سو اي سيلكت بيكتشر از ذيس وان and I colored it that chain. Peon, this one. Board, this one. تعالوا هنا بقى معايا. في هنا بقى عصام جميل عايزين نسمعها كده مع بعض. My school, my friends, come and see. What is this? It's a pencil. It's yellow. My school, my friends, come and see. What is this? It's a table. It's red. My school, my friend, come and see. What is this? It's crayon. It's red. My school, my friends, come and see. What is this? It's a chair. It's yellow. My school, my friends, come and see. What is this? It's a book. It's red. My school, my friends, come and see. What is this? It's a board. Look at the board. تعالوا بقى نبص هنا في عندنا ايه الكورنرز بتاع الرايتنج، مهم جدا ان احنا نحفظها، نحفظ الكلمات يا جريد سوري كي جي 1. كلمات هنا عندي كلمه بينسل ريتن لايك ذيس، انا هحاول اكتبها لكم كده عشان تتعودوا على كتابتها. بينسل، طبعا انا هكتب 1 1 وورد، وانتوا هكتب لكم يعني هكتبها 1 تايم، وانتوا بقى تحاولوا تكتبوها ازاي. بينسل ريتن لايك ذيس، كلمه عندي كلمه بورد
200 مجلد. بورد اللي هي ايه؟ السبوره اللي احنا قعدنا قلناها في اللسن بتاعنا، واظن انتوا ايه المفروض عرفتوها. بورد مفيش بورد. شير ذكر لايك ذيس. شير احنا هنا كتبنا كلمة بورد، كتبنا كلمة شير، كتبنا كلمة تيسر. اوكي تعالوا بقى نبص مع بعض. We have yellow. We have yellow. We have red. We have crayon. We have yellow, red and crayon. كتبت المجلس، كتبت لكم الكلمات عشان تتعودوا على كتابتها. هنا بقى نكتب هنا كلمة table. أظن table اللي احنا كتبناها قبل كده، book كتبناها قبل كده، الكلمات طبعا اللي هي إيه اللي احنا قلناها قبل كده. Listen and research. طبعا برضو هنا هنحل مع بعض الاكسرسايز ده كي جي 1. تعالوا نحل مع بعض كده وايه شوف هنعمل ايه. هنا بيقول لي ايه؟ هنا مديني كلمه تيبل. تيبل اظن انا عارفه تيبل. which one is which one of these are table. this is not a table. this is not a table. which one the last one is a table. okay. red. which one is red. this one. which one is a book. this one. okay. يبقى احنا كده عرفنا ان how to select the ايه the answer the correct answer. okay. المفروض ان احنا نبقى حافظين الفوكاب عشان نعرف نختار يا كيف. هنا بص هنا بقى معانا، هنا عندنا ايه كلمه ده اللي قدامي ده ايه؟ قدامي ده ايه؟ اسمه ايه؟ شير. يبقى احنا هنعمل عد شير ده ايه. وات از ذيس؟ اتس ايه؟ كريون لون. وات ذيس؟ اتس تيبل. اي سلكت تيبل. اوكي خلاص ادينا كده عرفنا ايه الفوكاب يا جري يا كي جوان. انا عايزاكم برضو انتوا تحلوا، انا هبقى اديكم في الاخر هم كده. عايزين نشوف الكلام دوت. الحاجات اللي انا حليتها دي يا ريت لو انا هكتبها لكم از هامر تحلوها تاني عشان ايه تاخدوا ايه يعني. يعني مثلا في البيج دي هخلي بيج كام دي؟ بيج 120. انا هكتب لكم في اخر الفيديو، هكتب الهامر اللي انتوا ايه هتحلوها. ايه بيج 120. طب انا دلوقتي حليتها وعايزاكم تحلوها لي تاني وتبعتوا لي على الشانل عشان ايه نعرف ايه ال right answer يعني اشوفكم انتوا بتحلوا ازاي. هنا عندك كلمه ايه بورد. which one is board. this one. this one is board. which one is zero. this one is zero. which one is table. this one. تعالوا انا بص معايا هنا عندنا بقى في الاكسرسايز ده، هنا عندي كلمه هنا عندنا إيه؟ عندنا هنا ايه؟ بصوا هنا معايا. طب هنا عايزين نعمل رايت على الكوركت انسر. وات اف ذيس؟ اتس كريون. سو اي ويل سيلكت ذيس وان. وات اف ذيس؟ اتس بورد. اي ويل سيلكت ذا بورد. وات اف ذيس؟ تشير. اي ويل سيلكت تشير. وات اف ذيس؟ اتس يلو كلر. اي ويل بوت ذا رايت ان ذيس ايه؟ سكوير. تريس اند سيركل. تريس يعني ايه يا جريد كي جي 1؟ ان انت هتكتب الكلمه يعني هتدوس على الكلمه وتلون. يعني هنا عندك كلمه ايه تشير، طبعا احنا ندوس عليها ونحلها. بينسل بوك ريد، طبعا الكلام ده هتبقى معروف. انا البيج دي انا هحط لكم از هامر ان انت تحلوها وايه وتبعتوا لي على الشانل وتشوفوا بتحلوا ازاي. كلمه ايه ليسن اند كلر. هنا عندنا يلو، طبعا عرفنا اليلو فين وعرفنا الريد فين. بص هنا معايا في الاكسرسايز ده look and put right or wrong. طبعا الاكسرسايز ده حلينا زيه قبل كده بس هنحله تاني. هنا عندنا is it a chair؟ ده هتبقى ايه wrong. is it a board؟ yes. is it a pencil؟ yes. is it a crayon؟ it's a crayon wrong. it's not a crayon it's a table. okay. طب انا هاخد لسون، انا هاخد جزء كده في لسون 2
ونكست كلاس اي ويل ايه كونتينيو. لوك اند ليسن، انظر واستمع. عندنا هنا كلمه، هنا طبعا هو عايز يوريك الايه، ليتس تايدي اب، يعني يلا ايه نرتب. دي طبعا ايه من اللايف سكيلز اللي هي ايه المهارات الحياتيه، ان انت يعني ايه ترتب حاجتك. يعني هو عايز يوريك هاو تو تايدي يور روم، هاو تو تايدي يور باج، يور سكول باج، يعني ان انت فاهم ان انت ازاي ترتب. فهو عايز يوريك. فطبعا احنا في منهج الكونكت بيبقى في حاجه اسمها لايف سكيلز اللي هي مهاره حياتيه انت بتكتسبها ان انت تعمل الحاجات كده فيها. اوكي، بص هنا معايا كلمه، عندنا كلمه بوكس، طبعا حاطط لي اس ليه؟ عشان بيقول لي كلهم بالايه؟ بالبلورال. يعني هنا عندي بينسلز بلورال، عندي تشيرز بلورال، عندي بوكس بلورال، عندي كريونز بلورال، يبقى وي هاف اس 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 اس. اي تايدي اب، انا انظم. هنا عندنا بوي ولد جيرل بنت، لوك ينظر، تايدي اب يرتب. ايه هنا بقى عندنا ايه؟ لوك اند ليسن، ليتس تايدي اب، يلا ايه نرتب. اوكي، توداي اي ويل ستوب هير اون بيج اون بيج 124، نيكست كلاس اي ويل كونتينيو. ثانكس ا لوت، انتل وي ميت اجين.